مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليوم. ونحن نلجأ دائما للواقعية، ولذلك فقرة اليوم ستكون بمسمى متفرقات من الحياة. وأفضل ما يميز الإنسان المصري هي قوته، إذا أراد أن يحقق شيئا فبمشيئة الله سيحققه. أوكي. فهذه الحياة مليئة بكل العثرات وكل الإيجابيات وكل السلبيات، فإذا أردنا أن نحقق الإيجابيات فيجب علينا أن نخطط لتلك الإيجابيات. والدليل على ذلك أننا نجد عددا وفيرا من طلاب الثانوية العامة هذا العام يحققون نتائج مبهرة بالرغم من كورونا وفيروس كورونا وكل هذه الأشياء السلبية التي واجهتنا من منتصف شهر مارس 2020. إلا أننا حينما أردنا أن نطبق المعايير العالمية طبقناها ووصلنا إلى أقل شيء في الخسائر في تلك الفترة. ولذلك فأنا أقول إن المصري إذا أراد أن يحقق شيئا فسيحققه، والأدلة كثيرة جدا. قالوا زمان في بعد حرب 67 بأننا خلاص انتهينا، خططنا لمدة 6 سنوات وانتصرنا في 73، واجهنا على العديد من المشاكل ومصر دائما مستهدفة، إلا أن بالإنسان المصري اللي هو أساس بناء كل الحضارات وهو الأساس في كل شيء في مصر هو الإنسان، فبناء الإنسان المصري هو كل شيء وسيظل كل شيء، ودائما ما يراهن السيد رئيس الجمهورية على الإنسان المصري. والإنسان المصري بطبيعته مسالم، إلا أنه حينما يضع في ذهنه تحقيق شيء سيحققه، والأدلة كثيرة جدا. كنا في فترة من الفترات سلت غلال العالم، وبمشيئة الله ستعود تلك الفترة مرة ثانية. فالأمل في الإنسان المصري دائما وأبدا في الرهان سيكسب، وسنكسب جميع الجولات. طيب، أهم سمات الإنسان المصري تظهر، أهم سماته في وقت الشدة، في وقت الشدة. ويمكن أحد الفلاسفة قال أهم سمات الإنسان المصري لا تنكشف ولا تظهر إلا في وقت الشدة، زي زكي نجيب محمود، وده من أكبر فلاسفة العصر الحديث. فلذلك نقول إن الإنسان المصري، فلتنظروا إلى دول الخليج، من بنى دول الخليج، من كان الطبيب بها، من كان المهندس، من كان المعلم، فهو الإنسان المصري. ولذلك أخوانا إحنا ماشيين في الطريق السليم بمشيئة ربنا، ودائما نكون متفائلين. ولكن حاضر، ولكن نعود إلى فرحة اليوم وهي نتيجة الثانوية العامة. ونرحب بأستاذتنا الأستاذة فاطمة عبد السلام، مديرة مدرسة عثمان بن عفان الخاصة لغات. وهذه المدرسة توجد في داخل القاهرة، وحقق أحد طلاب تلك المدرسة مركزا متقدما، وهو السادس على الجمهورية على ما أظن. فأهلا بك أستاذة فاطمة. أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وحضراتكم طيبين، ومبروك لينا ومبروك لمصر ومبروك لمدارس الفيوتشرز كلها، علشان إحنا المدرسة فرع من فروع مدرسة عثمان بن عفان، فرع من فروع الفيوتشر. والحمد لله بتوفيق ربنا وتوفيق الطلبة بتوعنا ورعاية المؤسسة كلها، ان احنا دايما الحمد لله كل سنة بنطلع اوائل، بس بيبقى دايما اوائل على الادارة على المحافظة، فبيبقى عندنا مراكز دايما متقدمة، سواء كان من العشرة الاوائل او مراكز على المستوى العام. فالحمد لله توفيق من عند ربنا ان احنا السنه دي ان شاء الله باذن الله. وانا كنت مراهنه فعلا ان كان
ممكن يبقى عندنا أكتر من مركز، لأن متوقعة إن في 3 4 مراكز في علم العلوم وعلم الرياضة، وفرقت ما بينهم نص درجة أو حاجة زي كده. ما شاء الله فإن ما شاء شاء الله الله. بإذن الله السنة الجاية يحققوهم ويبقى أكتر من مركز. وشكرا لإدارة المدارس، وشكرا لرعايتهم ما شاء الله. وتطبيقهم أحدث أساليب طيب التربوية والتعليمية في التخطيط وتدريب العاملين، ما شاء الله. ومراعاة كمان الجانب النفسي والجانب المعنوي بالذات. يعني إحنا كنا قبل الامتحانات بأسبوع عملنا حاجة جميلة فرقت في نفسية الطلبة واستعدادهم للامتحانات. إحنا طلعنا كل المدرسين ورؤساء الأقسام والإداريين للطلبة، ومعاهم بوكس بالباصز، ووصلناهم لغاية البيت، وحطينا لهم فيها شهادات تقدير، وحطينا لهم الحاجات اللي هي خاصة بالتعقيم، بأدوات التعقيم وأدوات والماسك كل الامتيازات اللي هي ممكن تميزهم داخل اللجنة واحتياجاتهم في أثناء الامتحانات. لدرجة إن في بعض من الطلبة كان استعدادهم خايفين يدخلوا في الظروف طبعا الاستثنائية اللي احنا كلنا بنمر بيها، وكان أكبر حاجة كانت بتشجعهم حتى اللي كان بيقول أنا خايف أدخل وأنا خايف أعمل أي حاجة خاصة بالنسبة، يعني أرجع لكلامي أو كده، هو كان فرقت معاهم نفسيا قوي قوي قوي. وبصراحة توجيهات إدارة المدارس كانت ليها أكبر الأثر في إن هم يدخلوا بنفسية مرتفعة، وكنا بنوصلهم لغاية طيب لجان الامتحانات ونستناهم وبعدين يرجعوا معانا تاني. استاذة فاطمة، كويس، اتفضل. ليا سؤال. انتم من يوم 15/3 هل قمتم بدور تعليمي اللي هو مش معتمد على الفيس تو فيس، لان طبعا الدراسة توقفت والتجمعات توقفت في تلك الفترة من 15/3 لحد ما الامتحانات بدأت، كان دوركم انتم كمدرسة وكمؤسسة تعليمية كبيرة زي ما حضرتك قلتي كان متمثل في ايه؟ هل قمتم بدور التدريس مثلا اونلاين؟ هل تواصلتم معهم على برامج معينة وقمتم بالتدريس؟ ده اللي خلى وحقق النتائج المبهرة دي في المؤسسة عندكم؟ هي في الحقيقة من أول خطوة على طول كان تخطيط إدارة المدارس إن إحنا ما نتوقفش على الدراسة خالص، وفعلا إحنا عملنا التدريب للمدرسين، عملنا دورات تدريبية للمدرسين تمام وللطلبة، وخلقنا نوع من التواصل على ال ام اس وعلى التيم يعني مايكروسوفت، وإحنا عملنا لنفسينا نظام مخصوص، بعتنا الإيميلات لكل الطلبة تمام والأولياء تمام الأمور، وبدأنا نتواصل معاهم، وعملنا الجدول بتاعنا كان كل أسبوع قبل الأسبوع ما بيبدأ بيبقى عند الطلبة الجدول الدراسة والساعة بالظبط اللي المدرس هيشرح فيها ماشي. طيب وال انا عامل لك اتفضل. مفاجاه استاذه فاطمه. طيب اتفضل حضرتك. معانا ابنك المتفوق عمر صلاح عبد الحميد من مدرسه جميل حضرتك، جميل، مدرسه عثمان ابن عثمان بن عفان عفان. الخاصه للغات. الطالع هو هيكلمنا. ازيك يا عمر؟ ده حضرتك الف مبروك يا ابن حبيبي، الف مبروك وحاجه مشرفه. هم دول ولاد وشباب مصر اللي هم دائما هيشرفونا مستقبلا ان شاء الله. وطبعا اكيد الفرحه كلها عند استاذتنا الاستاذه فاطمه مديره المدرسه اللي هي تعتبر الوالده امك يعني بالنسبه لك، طبعا أم. وانت طبعا تربيتها. هي فخوره دلوقتي بالنجاح اللي انت حققته، واحنا كمصريين بنشاركها وبنشارك مؤسستكم مؤسسه الفيوتشرز تلك النجاحات وان شاء الله في تقدم. ولكن اول سؤال هساله لك، انت ناوي تدخل ايه يا عمر؟ ان شاء الله كنت لسه ان شاء الله هنشوف ما بين التجاره انجلش بزنس وما بين الصيدله الروسيه، لسه بتناقش مع والدي. تمام، ما شاء الله. طبعا اكيد ربنا يعني هيجيب في الخير يعني ان شاء الله يعني نشوفك بقى وزير التجاره وزير الاقتصاد ان شاء الله في المستقبل، لانك انت طبعا طالب متفوق. هسيب الاستاذه فاطمه تهنيك على الهوا، دي حاجه. والحاجه الثانيه هنبدا نسالك، انت كنت بتذاكر ازاي وايه اللي انت استفدته في الفتره اللي فاتت من مدرستك، وهل الاونلاين جاب نتيجه معاك؟ علشان هو الاونلاين ده هو اللي هيبقى في الفتره القادمه هو سمه العصر بالنسبه للعمليه التعليميه. اولا يا اخواننا عايزين نشجع الناس بان الامارات شغاله بالاونلاين، معظم دول الخليج شغاله بالاونلاين. طب ليه احنا ما حققناها اهوت في من 15/3 لحد الامتحانات كانت في الشهر اللي فات ده،
جبنا نتائج وولادنا هم موجودين معانا على الهواء. فالاستاذه فاطمه تهنيك الاول ونسمع السجال اللي هو هيتم بينكم وكل مصر تسمعه ان شاء الله على قناتنا المميزه. اتفضلي يا استاذه فاطمه. ألف ألف مبروك يا عمر يا حبيبي، ألف ألف مبروك يا حبيبي. وأنا فاكرة إن أنت ساعة ما جيت وقدمت في المدرسة وباباك قال لي الجملة ديت، ولسه النهاردة كمان بيكررها لي، قال لي يا مسيس فاطمة أنا هوعدك إن هيبقى عندك أوائل على مستوى الجمهورية وعمر هيطلع ويشرفك. فعلا انت شرفتنا يا عمر، وانت جميل في كل حاجه. يعني هو عمر على فكره من الطلبه اللي هو بتجمع ما بين مميزات كتيره، شخصيه قويه ومهذب ومحترم، ما شاء الله، وليه صداقات كويسه جدا وعلاقات حلوه مع زمايله وبيحبوه، وهو ليدر في تصرفاته. واكتر من كده كمان ان هو بيعرف يجمع ما بين الجد ولازم، يعني انت يبقى جد في تصرفاته وامتحانات صح والدنيا تمشي صح، وفي نفس الوقت ممكن يبقى بيشترك في كل الانشطه وفي كل الحاجات اللي هي بتميزه فيها. فانت تستاهل مش التفوق وتميز وبس، انت شخصيه مشرفه لمصر كلها يا حبيبي. ان شاء الله وهشوفك في اعلى المراكز. ما شاء الله، ميرسي ليك وميرسي ان انت شرفتنا وفرحتنا. من امي كلام انا ما اقدرش اوصيه والله العظيم. يعني لو قعدت اتكلم يعني الصبح، يعني اقول لحضرتك ايه ولا ايه؟ فعلا قد ايه كانت بتدعمنا، قد ايه فعلا دعمتنا، قد ايه حبها لينا واخبار الطلبه كان يعني حب غير مشروط باي حاجه. ما شاء الله، كانت سامعنا وعلى طول كانت صداقتنا حتى في اخر فتره، كل حاجه عملوها معانا بصراحه، يعني خصوصا مش فاطمه وخصوصا لمدرستنا وخصوصا للفيوتشرز كلها. بجد انا ما اقدرش اقول حاجه غير ان فاطمه دي يعني معنى كلمة أمنا الثانية. كلنا حب الناس ليها كله، يعني عموما أنا وأصحابي كلنا، يعني مفيش حد يشوف في حياتي ما بيحبش فاطمة، ولكنها والدته أفضل والله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله، هي دي المدارس المصرية، وهو ده ولاد مصر، ودول شباب مصر، ودول أمهات مصر، ودي بنقول يا إخواننا مصر فيها الخير. أدي مؤسسة موجودة ومؤسسة بتقوم بدورها، دعموا طلابهم، جابوا وتفوقوا وجابوا نتائج مميزة. في بجانب تاني الأستاذة بتقول احنا دربنا مدرسينا، طب ما يعني مدرسينا كويسين وبخير وجابوا نتائج، مدارسنا سواء كانت حكومية أو خاصة قامت بدورها، طب ما جابوا نتائج، وأنا شايف في نتائج أيضا من مدارس الحكومة، عدد كبير جدا من الفائقين الموجودين. طيب الأستاذة فاطمة قالت إن هو كان من البداية عنده التصميم، يبقى احنا لما نحب حاجة نحققها هنحققها، واحنا قد كل موقف نقدر نفوز فيه هنفوز. والأستاذة كانت بتقول برضو انهم كانوا على تواصل بولادهم، انهم عملوا دعم نفسي قبل بداية الامتحانات، راحوا لهم المدرسين لحد بيوتهم، وزي ما انا عرفت وزي ما هي قالت، وراحوا زاروهم ومعاهم بوكس فيه كل حاجة، وعرفت بانهم كانوا معاهم حاجات التخرج كمان، الكاب بتاع التخرج، ايوه، وودوا لهم كاب التخرج والشهاده التخرج، وعملنا لهم حفل التخرج. اتفضلي. وخلينا حضرتك كل واحد يسجل كلمه بنفسه، واحنا سجلنا لهم كلمه، واداره المدارس دكتور حسن كلمهم، ومستر محمد القلة كلمهم، ومش ساره كلمتهم، ودكتوره مين، كل قيادات التعليم كلها في إدارة التويترز كلهم كلموهم، وكانت في الحقيقة فعلا فكرة ناجحة جدا جدا، وفرقت معاهم نفسيا ومعنويا، معاهم ومع أولياء الأمور. تمام. يعني إيه قد إيه أولياء الأمور كانوا سعداء وهم البص داخل عليهم، ومعمل لهم بالديكور الجميل بتاع الخريجين والمناقشة معاهم، ففعلا فرقت معاهم كلها. وعلى فكرة لو ما كانش يبقى فيه إحساس مش بس ناحية تعليمية وبس، لأ الناحية النفسية كمان، يعني أكيد لو ما أكيد كانتش قد إيه إدارة المدارس دكتور حسن ومستر محمد القلة ومستر سارة بتشجع الجانب النفسي، وقد إيه ليه أثره على نفسية الطالب، فرقت خالص. يعني ممكن يبقى شاطر ومتفوق ومتميز في كل حاجة، لكن ما فيش حد بيشجعه، ما فيش حد بيقف جنبه،
بتفرق خالص ما بين تمام طالب وطالب من العادي. تمام فالاهتمام مش الاهتمام على المستوى بس التعليم، ويعني كفايه ان هم حاسين ان الاخر درجه احنا كنا بيجوا الصبح ينوطوا المدرسه وبنيجي بناخدهم وبنوصلهم لمدارسهم ومعاهم جميل. المدرسين بتاعهم حسب الجدول، يعني النهارده عندهم عربي يبقى مدرسين عربي معاهم، عندهم انجلش يبقى مدرسين انجلش معاهم، مدرسين الفيزيكس كيمستري ايا كانت حسب الجدول بيطلع معاهم المدرسين ويبقوا موجودين معاهم لاخر درجه ويوصلوهم ويرجعوهم. ومش كده، حتى نظار المراحل والوكلاء من المراحل بيبقوا فاضلين وقاعدين معاهم لغايه ما يطمنوا عليهم دخلوا ويطمنوا عليهم بعد ما يخرجوا كمان. فدي فرقه معاهم ومع اولياء امورنا، لان احنا بنحس ان احنا اسره واحده، مش طالب ومدرس وماده علميه فيها جمود، لا بالعكس تربية خالص. قبل التعليم، تربية قبل ايوه التعليم، صح. أنتم أنتم بالظبط، دور مجتمعي جميل جدا مس فاطمة، وأنا أهنيكي وأهني ربنا ابننا. يخليك. هل في حد من أسرة عمر ابننا موجود جنبه نسأله سؤال أو كده؟ لا ده عمر. طيب والدك موجود أو مامتك نسألها يا عمر؟ طيب يا ريت اي حد منهم نتواصل معاه كده ونساله عن عمر بقى، يعني يقولوا لنا بقى عمر كان بيعمل ايه في يوم وكان ماشي ازاي، علشان كل الناس تقلدك يا عمر من زمايلك اللي داخلين تالت سنه والسنه الجديده ان شاء الله. ومس فاطمه معانا برضو علشان يعني تدعمنا في وتدعم ابنها ده اللي لا رفع لا راسه. انا عايزه اقول لحضرتك اتفضلي. ان اولياء امورنا محترمين جدا، ما شاء الله عمر وباباه، ما شاء يعني الله. قد ايه هم فعلا كانوا متعاونين معانا لاخر درجه. هم مكلميني النهارده الصبح تمام وانا اتصلت بيهم، وكان نفسي اروح لهم النهارده بس للاسف هم مش في البيت، عندهم في الرحاب، هم قالوا لي في شبرا، فعشان كده هو قلت لهم هاجلها بقى بكره الصبح ان شاء الله تمام اشوفهم، لان حد جميل، أم فاضلة محترمة جميلة، والأب قايل، ايوه فمثال للأسرة لازم يطلع هو الابن واضح كده ان أهو. مامة عمر معانا على التليفون، صح؟ أوكي، اتفضل حضرتك. أيوه. اهلا بيك يا فندم، والف الف مبروك، الف مبروك، الف الف مبروك. وطبعا فرحة ولاد مصر فرحة لكل بيوت مصر ولنا، واحنا كقناة فرحانين بولادنا وفرحانين بان دول اصلا هم دول المستقبل بتاع مصر اللي جاي ان شاء الله. فقول لنا كان ايه اهم سمات عمر اللي احنا بنبارك له وكل مصر فرحانه بيه هو وزمايله، كان ايه سماته طول الفتره اللي فاتت ومذاكرته كانت ازاي ومقسم وقته ازاي عشان الناس نستفيد من الكلام ده. والله انا بقول ان هو حبيبي التزامه بنيان بالتعليم، كان راجل راجل بمعنى الكلمه، ما شاء الله التزام اقوله كلمات ما شاء الله. بقول له حبيبي انت راجل متحمل مسؤوليه نفسك، عارف ان اللي انت بتعمله ده شيء مش بسيط، وان دي اول طوبه بتحطها في اساس حياتك ماشي ماشي العمليه، وان قد ما تقدم ربنا سبحانه ماشي وتعالى هيكرمك، تمام قد ما تتعب ربنا هيديك، تمام وربنا بيحب البني ادم يبقى كريم وجاي في عطاء وجاي في عمل، من عمل منكم عمل فليكرم. الله أكبر، تمام أحسنت. كان يذاكر يصلي، ما فيش حاجة تانية، ما فيش أي حاجة تانية ممكن تشغله عن المذاكرة وعن الصلاة، والحمد لله رب ما العالمين، شاء الله ما شاء الحمد الله لله رب ما شاء العالمين. الله. طيب حضرتك تقولي ايه للأستاذة فاطمة وهي معانا على الهوا؟ أقول لها حبيبتي مبروك ابن من ولادك، وانت ست جميله وست محترمه وام داعمه، ما شاء الله. مش عايزه اقول لحضرتك ان من اهم الدعائم اللي طبعا كانت موجوده مع عمر جنبنا كانت الاستاذه فاطمه، والله ما شاء الله انسانه يعني مش عايزه اقول لك دعم، يعني قبل الامتحان حاسين بينا، حاسين بالتوتر، ويبعتوا له الهدايا ويبعتوا اللي عايز حاجه يا اولاد عندنا يدخلوا على النت، والمدرسين تحت امره في اي سؤال واي لحظه، وشرح كله يعني فرقي، مفيش حاجه ما شاء بخلوا الله بيها، هي انسانه جميله وهي ام عظيمه وهي سبب نجاح المدرسه والله وسبب نجاح ما شاء الولاد، الله ما شاء لان الله هي محبوبه وهي محترمه وتستاهل الفرحه دي. زي ما انا بيقولوا لي مبروك، انا قبل والله كله قلت لها هي مبروك يا ام ما يا شاء الله جميله ما شاء الله. يا معطاءه، النهارده ابنك عمر نجح وتفوق عشان انت كنت بتدعمي، الحمد لله. تمام وبشكرها، بشكر المدرسين كلهم
ما شاء الله وكانوا مع أمي، ما شاء كانوا الله. كلهم الحمد لله. طيب الأستاذة فاطمة يعني ترد بقى على والدة عمر ابنك اللي فاز بالمركز المرموق ده هو في الدرجات، اللي هي بتبين شغلك وبين ان الإدارة الممتازة هي اللي بتخلق لنا تلك الأجيال اللي احنا مستنينا في المستقبل، اللي هم يحملوا لواء مصر ويحملوا علم مصر. هتقولي لها ايه يا أستاذة فاطمة؟ أقول لها إن شاء الله بإذن الله هتشوف ابننا في أحسن المراكز، وإن شاء الله بإذن الله هو دي الشخصية المصرية اللي هي بتؤمن بالله وبتؤمن بالله بمصر وبتعمل يعني هما الأم والأب بيغرسوا فيهم روح الوطنية وروح الانتماء وروح الإحساس بالمسؤولية العالي. وهم الام والاب عايز اقول لك ان هم من اكثر الناس اللي كان عندهم احساس بالمسؤوليه، مش تجاه بس ابننا عمر، لا المدرسه كلها، وهم عندهم انتماء غير عادي، بحيث ان هم اي موقف واي حاجه كانوا بيشاركوا فيه مشاركه ايجابيه، ودايما كان في تعاون وفي تواصل، والروابط كلها كانت متصله، مش بان هو طالب وولي امر ومدرسه وإدارة مدرسة، لا كانت أسرة كلها، وبقيت إخواته هم معانا، وإن شاء الله بإذن الله هتشوفهم برضو في أحسن المراكز، وزي ما هم في تواصل باحترام وتقدير للمدرسة إحنا بنجنا لهم كل الاحترام والتقدير، وهم مثل فعلا للأسرة المصرية والشخصية المصرية الجميلة الملتزمة اللي هنفخر بيهم ومصر هتفخر بيهم على طول بإذن الله يا حبيبي. ان شاء الله. استاذه فاطمه، يعني اولا عايز اهنيكي واقول ان اكيد في دعم كان ليكي من ادارتك استاذه فاطمه كمدير عام لمجموعه مدارس عثمان بن عفان. هل كان في دعم من القيادات العليا اللي عندك في المؤسسه التابعه لها المدرسه، والدعم ده كان متمثل في ايه؟ عشان احنا عايزين الحاجه دي، التجربه دي تعم، سواء كانت في الحكومه، مدارس الحكومه التجريبيه، او مدارس عربي، او مدارس خاص. يا اخوانا الاداره هي سبب النجاح. كان الدعم بالنسبه ليكي كان ممثل في ايه يا استاذه فاطمه؟ بص هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. الوحده قائد. بمعنى ايه الوحده قائد؟ لو ما يعني انا لو ما كانش القائد قدامي متميز في الاداء عمري ما كنت هنجح. تمام. لو ما كانتش اداره المدارس بتنجح ان هي يبقى في تميز لادارتها، حتى مهما كانت خبره المديره، وهي الخبره بس ما بتقفش عند سن معين او عند مرحله معينه، بل بالعكس الخبره ديت كل يوم بنكتسب خبره جديده. تمام. والدعم النفسي والمادي والمعنوي وكل متطلبات المدارس هي بتحققها هنا. ورؤيه، انا عايز اقول لك ان رؤيه اداره المدارس دايما التطوير، ودايما الرؤيه يعني بتسبق، اذا كنا احنا واقفين خطوه هي بتسبقنا بألف خطوه. جميل. ففعلا هم الاهتمام بجميع الجوانب النفسيه والمعنويه والتكنولوجيه والاستعداد وتنميه مهارات وتنميه الانشطه وتنميه كل جوانب اللي هي بتثقل الشخصيه المصريه. ففعلا هي رؤيه المدارس من الاول، واحنا بنحط الخطط الدراسيه بتاعتنا على اساس ازاي نواكب المرحله اللي احنا فيها ايا كانت الظروف اللي احنا بنتحط فيها، ولازم يبقى عندنا خطط والخطط بديله في حاله لو مثلا زي ما حصل 15/3 دوت، يبقى في خطه بديله جاهزه على طول، تدريب طلبه، تدريب مدرسين، وصول كده. لو ما كانتش الرؤيه الاستراتيجيه العامه لاداره المدارس للدكتور حسن ومستر محمد القله ومسز ساره ودكتوره نرمين والهيكل الاداري، لان احنا كلنا كمان المنظومه بتاعتنا فيها نوع من التعاون. يعني التعاون بمعنى ايه؟ بمعنى احنا عندنا رؤيه ان احنا يبقى فيها نوع من الديمقراطيه ونوع من الابتكار في الاساليب المختلفه، ولازم يبقى عندنا صف اول وصف ثاني. في سؤال، في سؤال مس فاطمه. اتفضل. هل لو لما احنا لما جت كورونا ووقفنا 15/3 وقفنا التدريس؟ لا احنا ما وقفناش. لا، ما انا اقول لحضرتك، انا لسه هسأل.
انتوا طيب كنتوا حاجة. مستعدين وكان عندكم الامكانات ان انتوا تعوضوا بدل التدريس فيس تو فيس في داخل الفصل الدراسي، لان طبعا امتنع التجمع، ان انتوا تشتغلوا اونلاين، والدليل ان انتوا ابننا بيقول ووالدته بتقول بان كان في دراسة اونلاين، كنتوا مستعدين لكده؟ ايوه احنا من الاول في الاستراتيجيه بتاعتنا ان احنا نطور الناحيه التكنولوجيه في المدارس كلها، تمام فاحنا كل الكلاسز بتاعتنا فيها سمارت بورد، وكل تمام الكلاسز بتاعتنا مدعمه باحدث انواع التكنولوجي، والمدربين زودنا عدد كمان المدربين، وبقى في تبادل خبرات في كل الجوانب التعليميه، واحنا كنا بندي حتى الكورسات صبح وظهر وبالليل حسب الجدول اللي احنا بنحطه للتدريب، فالتدريب ما اخدش وقت طويل. ليه؟ لان احنا ماشيين بمنهجيه معينه وماشيين بخطط دراسيه فيها، فكانت الحمد لله توفيق ربنا ان ما حسيناش ان في نوع من الفصل في التدريس، بل ماشي بالعكس ماشي ماشي احنا كنا بنتابع، حتى بنتابع الطلبه وغيابهم، مش اه مثلا مرحله الثانويه، لا حتى مرحله الكيجي، من الكيجي وابتدائي واعدادي طيب والثانوي طيب كانت انا كل عايز عايز الحاضر. نشرك معانا عمر ومامته وحضرتك وانت موجودة معانا. عمر ايوه ووالدته، استفدت يا عمر من الدراسة اونلاين في الفترة اللي كان متوقف فيها الحضور المدرسة؟ الو عمر معايا؟ طب او مامته او مامته ترد، مامته تردي، هل استفاد عمر في الفترة اللي هي قطع حضور المدرسة وان احنا وقفنا لحضور المدرسة؟ ايوه عمر انت ايوه مع حضرتك. استفدت من الدراسة اونلاين في فترة الانقطاع عن حضور المدرسة؟ استفدت كتير الصراحه، بالذات في الفترات الاخيره بالاستعداد للامتحان، نزلت الامتحان وكده، كان طبعا استفاده كبيره جدا. هل كان ممكن بتسأل المدرس والمدرس بيجاوبك، ولا كان من جانب واحد فقط من جانب المدرس؟ طبعا في اسئله كتير، في اللي كان على شكل زوم تمام، بطريقه يعني اكيد يعني بتبقى اكتر من غير برنامج. سهله. بالظبط، الناس بتعرف بقى تتواصل، تسأل، ما شاء تجاوب الله ما عليه. شاء الله طبعا كان في بينزل فيديوهات عموما بشكل عام على اليوتيوب او تمام على مواقع التواصل بقى كلها بشكل عام، ما شاء الله. فدي ما كانش فيها تواصل قوي، بس يعني اغلب الاحيان بتعرف تتواصل مع بس المدرس فعلا. ممكن تقيم والدته وهو التجربة، ممكن تقيم التجربة كتجربة في البدايات ناجحة صح؟ طبعا كبدايه هي ناجحه جدا، كبدايه يعني طبعا مع الوقت، مع بقى تجديد اكيد في اب، انا اقترح يعني ان الوزاره تفكر تعمل اب هي من نفسها بدل زوم، حاجة تكون تبع الوزارة هتفيدها كتير، تمام وطبعا يعني هتكون حاجة أفضل يعني للوزارة، وهتكون حاجة محددة أكيد حضرتك فاهمني. تمام تمام يعني محتاجين التطوير في الفترة الجاية، لدام احنا هنمشي الدراستين اتنين مع بعض عشان نواكب اللي موجود في الدول المتقدمة. تمام، بالظبط كده. معايا أستاذة فاطمة في معايا أيوه. صح؟ طيب مع انا حضرتك. سمعت برضو أستاذة فاطمة بان انتوا مدخلين حاجة في الكيجي اسمها، وده برنامج امريكا على ما اظن، السي دي اي ايوه في الكي جي ده، وقالوا ان انتوا كمجموعه يعني اصحاب اقدام البرنامج ده في مصر وبتطبقوه. ايوه البرنامج ده قائم على التعلم ده، بقى انا ما جيت اعد الحلقه كده واجهز نفسي ليها، قالوا ان البرنامج ده مش قائم على التعليم اللي هو الحشو وان انا لا كمدرس التعليم والتنقيط، النشط. ايوه بالظبط. انما لا، ده قائم على التعلم، ان الطفل يتعلم بنفسه بمساعدة مدرسته في داخل الكلاس. ايوه التجربة دي مفيدة عندكم في وقت ثمارها في الفترة اللي احنا فيها اللي مرت ديت يا فندم؟ هو في الحقيقه ان احنا عملنا اداره المدارس طبعا، اداره فيوتشرز كلها قامت بتنميه مهارات المدرسين، فاداتهم كورسات كانوا في الصيف كلهم بياخدوا الكورسات بتاعت دي ايه. الكورس كان عباره عن الفتره بدل ما هم يقعدوا وقت طويل، فاحنا اخذناه وضغطناه بحيث ان هم يدخلوا المدرسين كيجي، سواء كان كيجي 1 او كيجي 2، وهم معاهم السي دي اي، تمام ده بيأهلهم ان لما الطلبه بعد كده تطلع في مرحله ابتدائيه تبقى مؤهله كمان ان هي الدراسه بتاعتها بتتعلم بتعلم الطفل من اول ما يدخل ازاي يعتمد على نفسه ويطلع المعلومه استنتاجيه، مش بالتلقين، مش نظام تلقين بقى ونظام
ان هو يبقى، لا بالعكس، ان هو بينمي حتى لدرجه ان من اول ما يدخل الفصل عارف الرولز كلها، هو اللي بيعملها وهو اللي بيشارك المدرس وهو اللي بيساعد المدرس في ان المعلومه تطلع معاه. فطبعا نظام السي دي اي ده من افضل الانظمه اللي هي بتخلي الطالب ما يبقاش طالب بس مجرد ان هو ملقن بس احنا ليه للمعلومات، لا ما شاء الله. بل بالعكس طالب بيشارك في كل استخراج اي معلومه، سواء كانت حتى في الماس او في الساينس او في العربي او في الانجليش، كل معنى كده ان الحصه مش جامده، ما فيش فيها جمود، لا ده لا فيها نشاط بالعكس، ويعتبر نشاط صفي في داخل الكلاس، والاولاد بيمارسوا مع المدرس دوره ودور المدرس، ويبقى اسمه زي بيعلموا التفكير، تفكير ناقد، تفكير مهارات ابتكاري او التفكير، مهارات مهارات نفسها، الإبداع، ويظهر مهارات الذكاءات الابتكار المتعدده. ما شاء الله، بالضبط. ده حاجه جميله جدا والله. يا ريتكم يعني تعمموا دي في مصر كلها، ويبقى لكم الرياده، ويبقوا يعني مؤسستكم او المؤسسات اللي مدارسكم تقود. وانا عرفت بان انتم المختصين بكده في مصر. يا ريت هو احنا الوزاره. المدرسة، اتفضلي. لا هي من أساسيات التخطيط في المدرسة، ازاي نخلق نوع جديد ومبتكر وعلى افضل انواع الاساليب التكنولوجية والحديثة في التعلم، والتعلم نشط مش التعلم بقى خلاص. فعلا فكرة دكتور طارق اللي هو التعلم بقى بالتلقين او التعلم دوت بالالقاء والحفظ والاسترجاع للمعلومات، ده كله فعلا لازم نفكر فيه بطريقة أفضل من كده. إزاي انا والله هو بدل ما يبقى انا مس فترة التعليم بالاسترجاع استنتاجي، هو يستنتج بقى المعلومة ويستنتج ويسترجع من المعلومة، وتفرق حتى في لما الطالب يقف يتكلم عن نفسه غير لما الطالب يحفظ كلمتين عشان يتكلم بيها عن تمام. نفسه. احسنت. انا من المنبر دوت يعني بناشد وزارة التربية والتعليم، ممثلة في الدكتور طارق شوقي، انه يبعت الناس ويشوفوا انتوا ماشيين ازاي. طالما ان حاجة ناجحة، انا قريت عنها وانا بعد الحلقه وانا جاي، يعني قبلها كان الوقت قصير، بصيت ودخلت اشوف مؤسستكم اللي فيها كذا طالب. لما حبيت ان انا اتواصل ان انا اجيب حد من اللي هم الطلاب الفائقين واللي اتكلم عنهم الوزير الصبح في المؤتمر الصحفي، واللي عرفت ان انا اوصل له كان ابنكم في مدرسه عثمان بن عفان، ولذلك برضو عرفت ان انا اجيب رقم حضرتك بطريقه ما وتواصلنا معاكم، فده طبعا بنشكر حضرتك. انما انتم شكرا لك. بتعملوا حاجه من القاعده من تحت، من الكيجيهات، تكون قائمه على ما يوجد في امريكا وموجود في امريكا، والدراسه ديت انتم اللي تنزلوها مصر، وانتم اللي تعملوا بيها، وانتم بتكونوا اصحابها وتبقى موجوده. يا ريت الوزاره تلجأ ليكم، وانتم اللي بتقودوا النقطه ديت، ولان انا عرفت انها ده هيتطور في الصفوف الاولى، يعني الصفوف الاولى في التعليم، يعني ما بعد الكيجي. طيب ما ده نستفيد. وفعلا مطبق السنه اللي فاتت كان بدأنا فيه مع سنة أولى ابتدائي ما ومع شاء الله. سنة تانية ومع سنة ثالثة، ومدخلين التوكاس، وقد إيه التوكاس ده حاجة جميلة، بتعلم إزاي السلوكيات وبتعلم الإنسان إن هو يعتمد على نفسه في الحاجات الأساسية اللي هو من أول ما يصحى لغاية ما ينام عليها. ولدرجة إن بيفرق معاه حتى الأم والأب في البيت بيحسوا الفرق ما بين السلوك ابنهم وهو ما بيصحى، لا وبينظم حاجته ازاي وبيتكلم بطريقه ازاي معاهم، وبتعلموا الاتيكيت وتعلموا الاخلاقيات وتعلموا السلوك وتعلموا ازاي يتعامل مع الكبار والصغيرين، ازاي يعتمد على نفسه حاجته كلها، يخش يغسل ايده ازاي واسنانه ازاي ويصوت يعني في الصرف تدريب كله. واقعي للحاجات دي للتوكاتسو ده يا فندم؟ عاملين تدريب واقعي في ده، حصص في اثناء اليوم الدراسي، وحد بيقعد طبعا يدرس لهم الحاجات ديت ويعرفهم ايوه ويمارسوها، صح؟ بالظبط الله، بالظبط يعني حاجه يعني مفخره، ونتمنى ان ده يعمم ويلجأوا لكم كمؤسسه محترمه في العديد من المدارس زي ما انا قريت عنها. فانا احنا اتمنى ان ده يعمم، نتمنى ان حاجه مشرفه في مصر انتجت لنا حد زي عمر من الاوائل اللي اتكلم عنهم الوزير الصبح، وان الجهات الاعلاميه كلها راحت له، وانه احنا تواصلنا معاه وصوره مشرفه. هو ده نتاج المدرسه اللي هي بتطلع لنا اولاد مصر مستقبلا، وهم دول الاداره
اللي هي بنقول الإدارة الناجحة اللي بتطلع لنا الناتج التعليمي، نواتج التعلم اللي هي ممثلة في عمر، واللي هي ممثلة في الأطفال اللي احنا بنقول جابوا لهم الحاجات اللي موجودة في أوروبا وفي أمريكا وبيدرسوا لهم. مؤسسات بتسعى للنجاح، مؤسسات بتسعى للتميز، ده اللي احنا بنتمناه في مؤسسات الدولة وفي مؤسسات الخاصة الداعمة اللي هي فيها المشاركة المجتمعية ممثلة في رجال الأعمال وفي الشركات وخلافه، لأن هو ده بناء الإنسان المصري. أستاذة فاطمة احنا بنهنيكي وبنهني عمر وبنهني أهل عمر، وبنقول للمؤسسة اللي انت تابع عليها ان ترفع لكم القبعة، لأن انتوا بتبنوا في مصر بناء صح، وهو بناء الإنسان، بناء الإنسان. فألف مبروك أستاذة فاطمة، وتحياتي لك وتحياتي لمؤسستك وتحياتي لعمر ولأهل عمر. وكلمة أخيرة توجهيها حضرتك للتعليم عموما والعمر وللمؤسسة اللي انت تابعة ليها، والميكروفون مع حضرتك، اتفضلي يا فندم. أستاذة فاطمة، شكرا للدكتور على أن حضرتك أتحت لنا الفرصة نتكلم فيها، وشكر خاص طبعا وتهنئة خاصة لأولياء أمورنا المحترمين، لأن احنا الحمد لله أنا في المدرسة دلوقتي وقاعدة على مكتبي، بس أنا كل شوية أولياء الأمور بيتصلوا الحمد لله، نسبة اللي فوق 90% عدد كبير جدا، وفي ناس حتى بلغوا الإدارة التعليمية اللي احنا تابعين ليها إدارة القاهرة الجديدة إن في أوائل كمان تانيين على مستوى الإدارة التعليمية. وعايزة أقول لحضرتك إن احنا كمؤسسة تعليمية، مؤسسة إدارة الفيوتشر، ما كانش ممكن نحقق لنفسينا أي نوع من التقدم ولا التميز إلا إذا كان في استراتيجية واضحة وليها معالم صحيحة إحنا كلنا ماشيين عليها، وإحنا ده الهدف الأساسي اللي هي بتسعى في إدارة المدارس، إن يبقى في تميز، وتميز مش على المستوى التعليمي، تميز من جميع الجوانب العملية التعليمية، واللي بتهدف في النهاية لتنمية الشخصية المصرية للوصول إلى أعلى التميز واعلى مش المراكز بس العلميه، لا اعلى التميز. انت نموذج يا استاذه فاطمه، انت نموذج مشرف مشرف لمصر كلها في الاداره، والمفروض ان النموذج بتاعك ده يدرس، لان انا شايف السجال ما بينك وبين عمر، والده عمر، اهل عمر، ومع اولياء الامور، حاجه مشرفه جدا. ونتمنى ان هم يعملوا دراسه على الناس المحترمين اللي زي حضراتكم في الاداره. وعمر، انا تحياتي لك يا عمر، والف مبروك يا عمر، انت واجهه مشرفه لنا، واجهه مشرفه لشباب مصر المحترم. الكلام اللي قالته مامتك عنك ده حاجه محترمه جدا. فكلمه اخيره يا عمر توجهها للاستاذه فاطمه ولاهلك، بانك انت حققت لهم الفرحه النهارده، واحنا بنشاركهم الفرحه دي. والله مش فاطمه، كلامي مش هيكفي، بس شكرا لكل وقت. احنا كنا فعلا يعني خلاص، الواحد كل واحد فينا كان تعب، حضرتك كنت واقفه جنبنا على طول، يعني فرح، يعني كفايه فرح حضرتك بقى النهارده بالدنيا كلها وما فيها. طبعا اهلي كانوا رقم واحد والسبب في اي حاجه انا هبقى فيها واي حاجه انا كنت فيها واي حاجه يعني الزمن هيجيبها ويوديها يكون اهلي السبب فيها طبعا. فبشكرهم على كل حاجه هم عملوها، كتوفير بيئه كويسه حواليا ان انا اقدر اعمل احسن ما عندي، كتوفير فلوس في اي حاجه انا عايزها، كتوفير كل حاجه وفرها لي، ما بخلوش عليا باي حاجه، بمجهودهم بطاقتهم كل حاجه عملوها ليا، ربنا يخليهم. مبروك يا حبيبي، وان شاء الله بالتوفيق، ونشوفك كده بعد ما تخلص بعد 4 5 سنين وتخش تعمل ماجستير وتعمل دكتوراه وتبقى كده تقود الاقتصاد المصري او تقود السياسه المصريه، لانك انت واجهه مشرفه، وهم دول ولاد مصر، وهم دول شباب مصر، وهم دول ستات مصر اللي هي والدتك، وهم دول رجالة مصر اللي هو أهلك ووالدك، وهي دي المديرة المحترمة الأستاذة فاطمة، مديرة عثمان بن عفان، وهي دي المؤسسات التربوية المحترمة أيضا، مؤسسات الفيوتشر بقيادتها وإدارتها، ونموذج مشرف، ونتمنى بأن كل النماذج تكون بالشكل ده. تحياتي، وكل سنة وانتم طيبين، وألف ألف شكر لكم أن انتم فرحتونا. تحياتي مس فاطمة، وتحياتي عمر، وتحياتي أهل عمر، وألف مبروك، ألف مبروك. فاصل ونواصل مرة ثانية، اوعوا تروحوا في أي حتة إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكم.
الشواهد كلها بتقول في الفقرة اللي فاتت إن التنظيم الجيد وإن إحنا لما بنريد إن إحنا نحقق شيء بنحققه. طيب، يبقى الالتزام أساس النجاح. في المتفرقات اللي أنا بشوفها وأنا ماشي في طريقي وأنا جاي للاستوديو بشوف أشياء غلط، يجب علينا إن إحنا نقوم بدورنا التوعوي متمثل في الآتي، إن إحنا نذكر الخطأ ونعلق عليه ونصححه إزاي. يعني أنا لما أكون ماشي على طريق ومكتوب عليه إن السرعة القصوى 60 كيلو في الساعة، واصلة ما بين مدينة الإنتاج الإعلامي وبوابات طريق اسكندرية الصحراوي، وألاقي كل شوية في حادثة موجودة لأن في شاب سايق عربيته وماشي فوق ال 150 كيلو، وطبعا الطريق غير معد لذلك، يبقى القانون لابد أن يطبق، والتطبيق ليكون إلزامي نابع من ذات الإنسان نفسه عشان يحافظ على نفسه ويحافظ على غيره، وفي نفس الوقت احترام القانون هو أساس الإنسانية. هذه واحدة. الثانية، أنت ليه ما تلتزمش وأنت ماشي في طريقك بالصح؟ ليه تمشي عكس الطريق تعمل مصايب؟ يبقى تطبيق القانون يا أخوانا أساس الإنسانية وأساس التقدم. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، أنت يا إنسان يلي ربنا أعطاك كل هذه المقومات، لما لا تحافظ على عطية الله؟ لما تخطئ؟ أنت ستحاسب تماما على كل أفعالك أمام الله، ودي بيسموها إن إزاي أحاسب نفسي قبل أن أحاسب. إحنا كمصريين لما بنروح بره بننجح، ليه ما بنطبقش ده ليه داخل مصر؟ واحنا كمصريين في داخل مصر من اراد النجاح بينجح، والادله كثيره جدا، الادله كثيره جدا. انا اقول لكم على موقف انا مريت بيه في فتره. انا كنت بعمل دراسه كده في انجلترا، كانت سنه 99 حاجه زي كده، وبعدين نزلت مدينه اوكسفورد واللي هي مدينة الجامعات، والتقيت ببعض من الناس، معظم الأساتذة الدكاترة الكبار اللي موجودين نسبة فوق 60-70% منهم مصريين، يبقى معناها ان احنا قيادتنا ناجحة بره في الجامعات وناجحة في قيادة الدول الأوروبية زي انجلترا، ديت هي المالين الجامعات بتاعتهم والكليات، يبقى احنا عندنا نماذج مشرفة. النماذج دي قدوة يا اخوانا. المفروض ان اعلاميا بكل اجزاء الاعلام بقى، صحافة راديو تلفزيون برامج، زمان بلقي الضوء كده في قناة مميزة زي قناة الصحة والجمال على الناس دي، علشان الشباب اللي هو زي عمر اللي كنا بنتكلم عليه في الفقرة اللي فاتت، يحطهم مثل أمامه علشان ينجح نفس النجاح ويبقى أستاذ زيه كده في الجامعات، بس في جامعات في داخل مصر، وإحنا عندنا في جامعات مشرفة وكلنا خريج تلك الجامعات اللي موجودة في مصر. ده مثال. إحنا لما حبينا إن إحنا نقتحم الصحراء ونعمرها عمرناها. يبقى الإنسان المصري إذا أراد فربنا وبيقويه ويجعله يتميز، وفي نفس الوقت بيحقق نجاحات. طيب، انا كان من ضمن الحاجات، احنا عندنا اماكن سياحية طبيعية مش موجودة في دول العالم، ولي زميل هو طبيب، هذا الزميل أراد أن يلقي الضوء على شيء مش موجود عندنا في مصر خالص اسمه السياحة العلاجية، وسماها وغير المفهوم بتاعها للسياحة الصحية،
وعمل خريطة للأماكن اللي موجودة في بلدنا، وعلى ما أعلم إن عدت 1300-1500 مكان للسياحة الصحية مش موجودة في أي دولة من الدول العربية ولا الدول الأوروبية. محتاجة بس إلقاء الضوء على المورد الطبيعي ده، وتبقى عندنا مجال من المجالات اللي تضر لنا الدولار وخلافه والأموال لمصر، زي السياحة الدينية. زي السياحة الدينية عندنا في مسيرة العائلة المقدسة، إخواننا المسيحيين يجوا ويشوفوها من كل دول العالم. لما يلقاش الضوء على ذلك وتكون موجودة في البرامج بتاعتنا زي ما احنا بنتكلم عنها في قناة الصحة والجمال؟ عندنا غير كده، عندنا في أماكن تانية غير السياحة الصحية وغير السياحة الدينية، في السياحة الترفيهية برضو لم تأخذ حقها من الإعلان عنها. عندنا موارد يا أخوانا طبيعية، ربنا وهب مصر هذه الموارد عشان يميزها، علشان يميزها. دي حاجة. الحاجة التانية، احنا كمصريين ربنا سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ان احنا خير اجناد الارض، ودي حقيقة، دي حقيقة، ودعا لهم للمصريين ودعا لجنود مصر، دي حقيقة. لما نيجي نبص على التاريخ، الفترة السابقة البسيطة اللي عدت ديت في العصر الحديث، الجماعة الكويتيين لما صدام حسين راح غزاهم في 5 دقائق سيطر على الكويت وخدها، محدش دخل ولا حرر الكويت غير المصريين. وجينا الفترة اللي فاتت سمعنا في الإعلام الكويتي والإعلام بتاع الجزيرة اللي هي القنوات المشرزمة ديت تشتم في مصر، ويطلع بعض الناس ويشتموا في مصر ويقولوا ويشتموا ويعملوا بعض المواقف مع المصريين اللي عاملين هناك. أنا نصيحتي إن احنا لا ننساق وراء ذلك، في ناس محترمة وفي ناس مش محترمة، بس بنطالب بإن اللي هو بيخطأ في أي واحد مصري في خارج مصر، إن زي ما الخارجية بتاعتنا وأسد الخارجية معروف، الرجل وزير الخارجية رجل محترم جدا، ده واخد نفس القوة بتاعته من قيادتنا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يسيبوش حق مصري موجود بره عشان احنا نهدى كده. مفيش حق هيتساب، مفيش حق هيتساب. وبرضو بنذكر الإخواننا اللي في الخليج، يا إخواننا عيب عيب، لو انت بصيت لمين اللي بيعلمك هو المصري، مين اللي بيطببك هو الطبيب المصري، مين اللي بيعمل لك المباني بتاعتك هو المهندس المصري، مين اللي بيصلح لك أشياءك هو التقني والمهني المصري. فلا تنسوا مصر ولا تنسوا أنفسكم، لأن في قانون اسمه قانون العيب، كان قال عليه زمان السادات الله يرحمه قانون العيب. احنا حلقاتنا دائما بنقولها مسمى متفرقات، المتفرقات احنا بنجيب من كل جانب موقف ونحكيه عشان نبقى عايشين في ارض الواقع. فبنقول يا اخوانا عيب، ما ينفعش ما ينفعش، احنا المصريين احنا اللي رجعناكم بلدكم، فعيب عيب. شفتم ليبيا درست التاريخ، فاول ما حدث المشكلة عندهم وجه تدخل التركي المجنون ده لجأوا لمصر، لجأوا لمصر. فاحنا كمصريين احنا قلب النابض للأمة العربية، وده نصيبنا وده قدرنا، بس لازم الناس دي تطبق برضو قانون العيب، تعرفوا قيمة مصر. قيمة مصر محفوظة ومعروفة في التاريخ وفي الكتب السماوية، يرد اسمها كده بالأعداد في القرآن، وتجيها الأنبياء يجوا يزوروا مصر، ويجي على الجبل في مصر كان ربنا يكلم سيدنا موسى، سيدنا موسى ويكلمه، وسيدنا موسى يكلمه ويتجلى نوره على الجبل في طور سيناء. يبقى ده هذه البقعة وهذه الأرض الطاهرة نقية ومباركة ومحفوظة من قبل الله، من قبل الله.
بس يكون كلامنا ده واحنا عندنا اليقين ده مصحوب بان احنا ناخد بالاسباب، بان احنا ناخد بالاسباب، ان احنا نعمل. هل يصح يا اخوانا ان المنظمات الدوليه تطلع بان العامل المصري جمله وقته اللي بيعمله لما بيجمعوا كده العدد والانتاج والعمل قد ايه في اثناء اليوم بيقول لك 17 دقيقه؟ ده ينفع؟ ما ينفعش. 17 دقيقه الكلام ده من 3 4 سنين اللي مطلعها الاحصائيه، ما ينفعش. العمل عباده، العمل عباده. من لا يملك، شوف العباره دي، قوته لا يملك قراره. انا لو همد ايدي وهاخد اللقمه من حد هيبقى هو صاحب القرار مش انا. هل انتم تريدون ان نكون كمصريين نمد ايدينا لحد؟ بالطبع لا، بالطبع لا. علشان كده في المقدمه كنت من شويه بقول احنا كنا سله العالم اللي بتمد، تمد العالم بكل ما يريده، بالعمل، بالعمل، مش 17 دقيقه، لا ده يبقوا 17 ساعه ونكمل بعض، بالعمل، بالعمل، لان العمل هو سر الحياه. ولذلك في مقوله مشهوره ومعروفه وكلنا حافظينها، الدين المعاملة. وكلمة المعاملة كل كلمة لها أصل، جاية متاخدة من الحروف الثلاثة عمل. لذلك لما بنيجي نبحث عنها في المعجم، المعاجم اللي هي اللغوية، نلاقي المعاملة جاءت مادة الأساسية بتاعت عمل، عمل. والعمل ده العمل بشرف، بإتقان، العمل الصالح اللي فيه إنتاج، اللي هو يحافظ على اخلاقيتنا وعلى قيمتنا وان احنا ما نمدش ايدينا لحد. فدي برضو من ضمن المتفرقات اللي احنا بنحرص عليها ان احنا ننبه عليها. طيب حاجة تانية يا اخوانا، احنا كنا بنتكلم في بداية الحلقة في تهنئتنا للجماعة بتوع الثانوية العامة عن التعليم. رجل من حوالي 50-60 سنة قال بيت من الشعر جميل جدا بيلخص لنا أهمية التعليم ده، وإن احنا يجب إن احنا نعلم نفسنا، ويجب إن احنا نهتم بالتعليم، ويجب إن احنا ما نبقاش جهلة. فكان الراجل بيقول إيه؟ سؤال واستفهام، بيسموه كده في البلاغة استفهام استنكاري، بيستنكر، بيقولهم هل علمتم أمة في جهلها ظهرت في المجد حسناء الرداء؟ نفسره كده مع بعض، بيقول لهم يا بشر هل علمتم أمة، أمة يعني جماعة كبيرة زي مصر كده أو غيرها أو أمة عربية، ظهرت في المجد حسناء الرداء، في الجهل بتاعها ظهرت في المجد حسناء الرداء. يعني الجهل عمره ما يخلي الثوب بتاعنا ثوب أبيض ناصع البياض. وجاب كلمة المجد. إيه هو المجد بقى؟ المجد ده يا إخوانا هو المنزلة والمكانة في قلوب الآخرين. المجد، المجد، إن يكون لك منزلة ومكانة في قلوب الآخرين. وجه العلماء قالوا لنا المجد ده فيه مجد الفضيلة، انك انت تتفضل بما لديك من علم ومن معارف على الاخرين زي المعلم. وفي مجد، وده اعلاهم اللي انا هقوله ده، مجد النبالة، انك انت تضحي بنفسك في سبيل اعلاء كلمة الله في الارض واعلاء الحق، وده اعلاها مجد النبالة. يبقى عندنا مجد النبالة رقم واحد، مجد الفضيلة اللي بيقوم به المعلم واللي بيدرس للناس وبيعلمهم اسس حياتهم، واقلهم بقى تالت نوع مجد الكرم، انك انت تتبرع بما لديك من مال في انك تدي فقير، بانك انت تبني مدرسه، بانك انت الى اخره. يبقى اعلاها ايه؟ انك تجود بنفسك في سبيل الحق واعلاء كلمه الله في الارض، اللي هو مجد النباله. ومجد الفضيله اللي هو الوسط، اللي هو بيقوم به المعلم في مدرسته والشيخ في كتابه واللي بيقوموا به بعض الناس التنويريين اللي هم المحترمين في بعض القنوات الفضائية زي ما القناة الصحة والجامعة العاملة كده، بتقوم بالدور الوسطي ده اللي هو الفضيلة.
تحاول انها تعلم الناس من خلال رسالة ان هم يوصلوا للحاجة الكويسة في حياتهم. واقلهم بقى اللي عنده مال يقعد مستريح ويتبرع بماله للفقراء او للمساكين او يبني مدارس او يساعد في تمهيد طريق الى اخره، ده اقلهم. يبقى من هنا في المتفرقات بتاعتنا اللي احنا نتناولها إيه، ان احنا في حاجة اسمها المجد، وفي حاجة اسمها التعليم، وفي حاجة اسمها التضحية بالنفس في سبيل الله. وربنا ما قالش ان احنا نلقي بانفسنا في التهلكة زي الناس اللي هم بيعملوا الجهلة، اللي مش عارفين دينهم، اللي يروحوا يفجروا نفسهم في الناس اللي هم اللي ماشيين في الشارع اللي لا لهم ولا عليهم. دول بقى الدين اتكلم فيه، قال دول بقى يقام عليهم حد الحرابة زي قطاع الطرق كده، ودول اقوى من قطاع الطرق، تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف عشان يبقوا عبرة للناس يعدموا يعني. ده كده عرفنا ايه هو قيمة المجد ومنزلته عند الناس. مصر يا اخوانا علمت العالم منذ الاف السنين، منذ الاف السنين. يبقى كان مصر دي، مصر برضو هي اللي قهرت الهكسوس، وهي اللي دفعت عن الإنسانية منذ آلاف السنين. يبقى عندها النوع الأولاني اللي هو مجد النبالة، والنوع الثاني اللي هو مجد العلم، مجد الكرم، اللي هو المجد العلم نفسه اللي هو الفضيلة. مجد الكرم بقى جاي اهوت. انتوا فاكرين في فترة من الفترات كانت بتطلع كل شيء في أثناء وقت الحج قبل ما كان العرب والبترول ده يظهر، كانت مصر هي اللي كانت بتودي، وهي اللي كانت بتعمل، وهي اللي كانت بتبعت للدول. في حاجة موجودة، كان المحمل بيطلع للكعبة من مصر. حاجة تانية كانت موجودة أول ما أنشئت قطر دي اللي عمالة دلوقتي بتغلط فينا وتعمل، أهداهم طيارتين اتنين رئيس السادات. يبقى احنا ثلاث انواع بتوع المجد متوفرين عندنا في مصر بالنسبه للدول العربيه والدول المحيطه. هكذا يجب علينا ان نخاطب الاخرين لكي يعلموا من هي مصر. ولذلك ما نقول بقى انها مصر يا ساده بملء فمنا، ونكون كده اقوياء، لان احنا نبقى فاهمين يعني ايه مصر. انها مصر يا ساده، ما تنسوش مصر مجد النباله هي اللي قهرت كل أعداء الإنسانية على أرض مصر، ضحوا بأولادهم وأرواحهم، هي اللي بتضحي بأولادها في سبيل القضية الفلسطينية وغير القضية الفلسطينية والقدس. فلذلك بنقول مجد مصر صاحبة المجد. نيجي للمجد الثاني اللي احنا كنا قلناه من شوية، الفضيلة. احنا اللي علمنا العالم كله، احنا بحضارتنا هي اللي عندنا علماء كتير من ايام الفراعنة من 8000 سنة. وقلت لك النوع الاخير، احنا اللي في وقت ما كان لسه الدول العربية ما عندهاش حاجة، احنا كنا اصحاب الفضل واحنا اللي ودنا لهم. تعرفوا ان ايام عبد الناصر مراكب طلعت من هنا، لان ما كانش عندهم وسائل مواصلات، لبعض دول الخليج بدون ذكر اسماء، بالمراكب دي فيها لما اخذ ربنا يعزكم جميعا الحمير عشان تكون وسيله الركوب. عارفين بان بيقولوا في معظم دول الخليج او في كل دول الخليج المصاري نسبه الى مصر، الفلوس المصاري. ولذلك بقولها بكل فخر انها مصر يا ساده. فمحدش يتجرأ على مصر. وتبقى عارف تاريخ، ادرس تاريخ بلدك علشان تعرف تتكلم صح عن بلدك، وهي تستحق ان تفتخر بها، تستحق ان تفتخر بها. مصر لما تيجي في العيد الكبير في حتة، وكانت منشورة على كل الميديا، واحد من اخواننا المسيحيين، اخواننا اللي محدش يعرف مين المسيحي ومين المسلم في مصر، يجي يضحي في ويذبح المؤاخذة الضحية بتاعته عشان يفرق ويعمل ويشارك المسلمين. انها مصر يا سادة، هي دي مصر
اللي محدش هيعرف يخترقها ولا حد هيعرف ان هو ينال منها طول ما احنا كده. التاريخ بيقول كده. وده اللي ولذلك المقولة المشهورة انها مصر يا سادة، فعلا انها مصر. وانا ذكرت لكم حقائق بقالها الاف السنين. ودي ادرسوا تاريخ مصر الحقيقي، وده اللي المفروض يدرس في مادة التاريخ اللي موجودة في المدارس المصرية. يعرف الطفل ما من هي مصر، ويعرف أصله، يعرف أصله. هو مين اللي بيعلم الطفل؟ الأم. الأم مش أصل العرب، وديت يمكن كلكم عارفينها وشفتوها واتكلم عنها الرئيس السادات. أصل العرب هو مين؟ سيدنا مين؟ سيدنا موسى. ستنا هاجر اللي هي كان واخدها من مصر من هنا. يبقى احنا الاساس في تعليم العرب هي الام المصرية. للام المصرية. وده يخلينا ننتقل انتقالة اخرى. انتقالة اخرى. عملوا دراسة عشان نحترم امهاتنا. ونبص ايديهم، اللي عنده ام يقبل ايديها وراسها ورجليها، واللي عنده اب كذلك. لما يعملوا دراسة ويقول لك ان افضل ام على مستوى العالم هي الام المصرية. ده خدت رقم واحد. لانها الزوج بيخرج للعمل وهي اللي بتربي. وهي اللي بتنتج. تنتج العقول والتربية، وهي اللي واخدة الجبهة الداخلية. برضو يخلينا نقول انها الام المصرية يا سادة. لما ترجعوا للتاريخ، لان ام الانبياء هي ستنا هاجر. ام مصرية يا سادة. عرفتوا ليه مميزة وطلعت الاولى في الدراسة الاوروبية اللي جم عملوها في دول العالم كلها وقالوا الام المصرية؟ ارجع للتاريخ ودور اقراه علشان تعرف ايه السبب. هو ده السبب. لك ان تفخر بانك مصري، بانك صاحب مجد وصاحب مكانة في قلوب الاخرين بالتلات انواع بتاع المجد. انت كمصري لك ان تفخر بانك انت وانت موجود في الجيش المصري محدش عارف انت مرقص ولا محمد ولا احمد ولا عيسى ولا ولا. لا، لك ان تفخر بان العيد سواء كان ايا كان عيد مين كلنا بنحتفل فيه مع بعض. هي دي مصر. ولذلك لم ولن ينال احد من مصر بمشيئة ربنا، لان عين الله ترعاها. لازم يكون عندنا ثقة، بس برضو ناخد بالاسباب، ناخد بالاسباب علشان نقدر نحافظ على بلدنا، عشان نقدر نحافظ على بلدنا. يعني هضرب لكم مثل بسيط جدا. الحياة اليومية يا اخوانا، لما يجي ربنا سبحانه وتعالى ويقول للبني ادمين عن طريق رسوله في البكور بركة، ان احنا نبكر بيومنا ونصحى بدري، اللي هي يعني قرب قبل ما تطلع الشمس والامور دي كلها، اللي هي وقت صلاة الفجر. جم شفتوا الدين وحلاوته. جم العلماء يقول لك ايه يا اخوانا؟ ما ترجعوا للسنه بتاعتكم، وارجعوا للانبياء، وارجعوا للكتب السماويه عشان تقدروا تفهموا، وعلشان يكون صلاحكم في اتباعكم لربنا. ولكن الفتره اللي بينمو فيها المرض بتاع تجلط الدم وخلافه هي فتره الفجر دي. خلاص يا اخي، نام بدري وابدأ يومك بدري، وفي البكور بركة. حاجة بسيطة جدا. مش لازم تننا قاعدين لحد الساعة 3 ونبدأ ننام ويجي لك يوسوس في دماغك وننام قبل ما تصلي وقبل ما تتعبد وقبل ما قبل. لا، نام واصحى بدري وابدأ يومك بدري. وهتلاقي الراحة كلها موجودة. وهتلاقي النجاح كله موجود. خدوا بالأسباب. خدوا بالأسباب. وقل اعملوا فسيرى الله. ربنا اللي هيقع فعل. لفظ الجلالة، هو اللي هيرى عملكم مفعول بها
ورسوله، يعني يبقى شاهد علينا، معطوف على لفظ الجلالة. والمؤمنون، والمؤمنون، لأن هو في فرق بين ليس كلنا مؤمنون، ما الكلام احنا بنقول متفرقات بيجيب بعضه، يعني في فرق بين كلمة أنا مؤمن وأنا مسلم. في فرق، في فرق. طيب جماعة الفلاسفة حدثونا عن الإسلام وعن الإيمان، عشان برضو تبقى عارف انت فين، انت يا اللي بتسمعني وبتشوفني تبقى عارف انت فين، عشان تعدل من وضعك، لان طبعا لما اكون مؤمن افضل ما اكون مسلم. ليه؟ لان انا هنشوف المعنيين الاتنين علشان تعدل من وضعك وتحسن من وضعك. الجماعة الفلاسفة اللي هم بيجيبوا خير الكلام ما قل ودل، عشان كده قال لهم انتوا بتفلسفوا الامور. بيقول ايه بقى؟ ان الاسلام ده هو مجرد الامتثال والانقياد لاوامر الدين والنبوه، ان انا امتثل وانقاد للاوامر بتاعه الدين وبتاعه النبي. قال لك صلي، صوم، حج، ان استطعت اليه سبيلا، زكي، اشهدوا ان لا اله الا الله، يعني خمس حاجات اللي هم مقومات، اسمع واعمل، اروح اصلي، تمام. انما هل ده ثابت جوايا؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. امتثل وانقاد لاوامر الدين والنبوه، خمس حاجات. طب هل انا مقتنع ولا مش مقتنع؟ دي هتيجي بقى في معنى الإيمان. يبقى كونك تصلي، كونك تزكي، كونك تروح تحج عشان معاك فلوس، كونك تشهد تنطق الشهادة، كونك الأمور تصوم اللي هي الخمس أشياء، أنت كده مسلم، ماشي. لما أشوف اللي جاي بقى، كلمة الإيمان اللي هي قائمة على الاقتناع. فجماعة الفلاسفة قالوا فيها ايه؟ الإيمان ده هو تصديق باطني، يعني من داخلك كل جوارحك، بما جاء به النبي مما علم من الدين بالضرورة. يبقى أنت بتعمل الشيء وأنت مقتنع بيه، تعمل الشيء وأنت مقتنع بالشيء ده، هو ده الإيمان. فنتمنى بأن نكون احنا كلنا بدون تفرقة بين اي حد، نكون مقتنعين بالشيء اللي احنا بنعمله علشان نتقنه، علشان نتقنه، مش بنعمل الاشياء لمجرد انها حركات فقط، ان انا اسجد، اقوم، اركع، اصلي كده، لا، ان انا انقطع عن الطعام والشراب وبصايم، لا، ده انا عايز تكون مصدقة من جواك، اكون مصدقة من جوايا بجوارحي، صدقها بجوارحي، يبقى ده الفرق بين الاثنين. نيجي لرقم اخر في المتفرقات بتاع حياتنا، زي ايه؟ زي لما اجي التعليم عندنا في مصر وموجود في كل المدارس وموجود عند مستشارين المواد، ويقول لك ايه؟ ان المدرس يعمل في كشكول التحضير بتاعه حاجة اسمها الاهداف السلوكية. الاهداف السلوكية. طب هل انتم يا مدرسين، وهل انتم يا مستشارين، وهل انتم يا رجال التعليم، عرفتوا الناس يعني ايه اهداف سلوكية؟ اللي هي الهدف والغاية من وراء التعليم. انا بقول لكم اهوت على الهوى، بقول لكم لا، بقول لكم لا، لان المفروض ان انا بترجم اللي انا اتعلمته الى سلوك، اترجم ما تعلمته الى سلوك، ده اقل. هل احنا بنشوف ده في الشارع؟ هل احنا بنشوف التلميذ بيطلع الشارع بيعمل سلوكيا ما أخذه في الدروس اللي هو موجودة في الكتب اللي معاه؟ لا،
وانا بقولها بملء فمي لا. طب ازاي يعني؟ في كل كتاب يا اخوانا من الكتب اللي هي موجودة مع الاولاد بوكس كده مربع موجود على اليمين فوق، كانوا بيعملوه دلوقتي معرفش موجود في الكتب ولا لا، اسمها القضايا المتضمنة. القضايا المتضمنة، وده موجود بره وموجود المفروض يكون موجود عندنا. ايه هي القضايا يعني؟ ايه يعني؟ يعني انا بدي العيل درس من الدروس عن المية مثلا، في قلب البوكس ده اللي مكتوب، احنا بنبصر، احنا دورنا دور تبصيري في الحلقة بتاعتنا وفي قناتنا ديت وفي برنامجنا ده تبصيري، بنخلي الناس تشوف وتتعلم الصح، وده دور التوعوي للإعلام المصري. القضايا المتضمنة مثلا عن المية مثلا، يقول لك عدم الإسراف في المية. طب بالله عليكم مين بيفتح الحنفية في البيت ويخليها بتنزل سرسوب مية بسيط كده مش فاتحها على الآخر؟ ماشي، ما فيش كلام ده. فنرجو أن ينظر إلى ذلك بنظرة تطبيقية عملية، ما تبقاش العملية كلام فقط وموجود على الورق بدون ما يكون في أرض الواقع، بيكون في أرض الواقع عشان نحافظ على المية، عشان نحافظ على نفسنا. ده أنا بضرب لكم مثل بالمتفرقات الموجودة في حياتنا اليومية. في العموم أنا بتمنى إن ربنا يصلح حالنا، وإن ربنا يعطي مصر دائما كل خير، لأن شعب مصر ده شعب مميز، وإذا أراد أن يفعل شيئا بيفعله بقوة الإرادة، لأنه شعب طيب جدا، وربنا كرمنا بقيادة محترمة واعية ما بينامش وبيبدأ يومه من الفجر. نتمنى بقى ان كل المسؤولين في كل الجهات من محافظين من نواب من يقوموا بدورهم زي ما الناس دي بتقوم بدورها، ونتمنى كل واحد ونحسبنا كذلك يقوم بدوره في المجتمع، لان دي زي ما انا قلت انها مصر يا سادة، دي بلدنا، دي حياتنا، ده شرفنا، ده هو كل ما نملكه في حياتنا، سيرتنا الذاتية اللي احنا خدناها من اجدادنا. فلنحافظ على ما تركه الاجداد لكي تبقى مصر للأحفاد وللمستقبل بتاعنا اللي هم أولادنا وأولاد وأولادنا. أن نتمنى دائما الخير لبلدنا، ونتمنى لكم الخير، ودمتم دائما بخير وفي سعادة، ويحفظ ربنا بلدنا من كل شر، ويقيها من كل ما يقوم به الأغيار، الناس اللي هم ما عندهمش لا دين ولا خلق، وربنا يبعدهم ويبعد شرهم عننا إن شاء الله. حفظ الله مصر وحفظنا وحفظكم، وكل عام وأنتم بخير، دمتم جميعا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.